لو العمر اتحسب بالدقايق يبقى احنا عايشين بقالنا كتير، ولو العمر اتحسب باللي نقدر نعمله في دقايق يبقى هنعيش اكتر. ست دقايق مع احمد عبد الجواد. ست دقايق مختلفين. ست دقايق على راديو كمان، محطة على المحطة. اهلا بيكم يا مرحبتين في حلقة جديدة من برنامج ست دقايق مع احمد عبد الجواد على راديو كمان. النهاردة هنعرف الادب. كلمة الادب كلمة الناس مختلفة كتير في اصولها وتطورها، فيهم اللي قال انها من الادب بمعنى الدعوة للاكل العزومة يعني، ومنهم اللي قال ان الادب مفرد الاداب، يعني كلمة في العربي كده اسمها دقبة. دقبة دي يعني استمر يعمل حاجة حلوة ومفيدة، وبتدل كمان على تأديب النفس واستمرارها في عمل السيرة الحسنة وكمان التزامها بالاخلاق. فيهم اللي قال ان الادب هو تعليم الشعر والقصص والاخبار، ناس قالت ان الادب التعود على الكلام الحلو، وناس قالت ان هو الشعر والنثر واللي اتصل بيهم او اللي حاول ينقدهم، ناس قالت لا سيبك بقى من كل ده، الادب علوم اللغة، خد عندك نحو وبلاغة والكلام الجميل ده، بعدين تيجي دراسة الشعر والكتاب. وناس تانية قالت ان الادب هو التأليف بشكل عام، اي حد ألف حاجة هيخش تحت الادب على طول. في تعريف للادب بيقول ان الادب هو الثقافات الضرورية للمجتمع، يعني كل مهارات خاصة في الحياة من الادب. ففي ناس بتدخل مثلا انك لو بارع في الشطرنج، انك بتعزف على العود، كل ده هيخش تحت الادب. الادب دلوقتي ليه معنيين، المعنى الاولاني هو معنى عام بيدل على كل الانتاج العقلي بشكل عام واللي موجود في كتب، المعنى التاني معنى خاص بيدل على كل الكلام اللي فيه متعة فنية جنب طبعا المعنى الخلقي. الادب ده بقى كان معروف في الجاهليه، كان الجاهليه ده اللي هو عصر ما قبل الاسلام، في شعر وخطب، وانضم ليهم في اواخر العصر الاموي الكتابه الفنيه جنب الشعر والخطب والرسائل. كان كمان الناس القديمه بيصنفوا الشعر حسب موضوعاته، يعني هتلاقي فيه فخر، هتلاقي غزل، هتلاقي مدح، هتلاقي هجاء وغيرها حاجات كتير، وبيصنفوا الكتابه لرسائل ديوانيه ورسائل مقامات. واختلفوا في القصص، ناس قالت ان القصص اصلها عربي، وناس تانية قالت لا ملهاش اصل في العربي. المهم التقسيمات دي كلها خضعت في النهاية لتغييرات كتيرة قوي، منها اتصال الأدب العربي مثلا بالأدب الغربي، أو إن احنا ناخد مفاهيم غربية عشان نصنف على أساسها. لكن خلونا نقول بقى إن لما واحد يعبر عن الحياة بشكل عام، لما واحد يكتب تجربة خاصة بيه عشان يوصلها لكل الناس، يبقى الراجل ده أديب. الأديب ده بقى يا جماعة ليه مواصفات خاصة، يعني لازم يعرف قواعد اللغة اللي بيكتب بيها كويس، لازم يقرأ كتير، أهم من ده كله لازم يكون عنده خيال واسع عشان يعرف ياخد حضرتك كده الأماكن بعيدة عن الواقع، مش لازم يوصف الواقع، أو لما يجي يوصف الواقع يوصفه بشكل يخليك مستمتع بيه ويبقى عنده قدرة على الوصف. القدرة على الوصف دي بقى هي اللي بتميز أديب عن التاني، بتخلينا نقول والله الراجل ده أديب مميز، والراجل ده أديب عادي، الراجل ده أديب عظيم. أشهر أنواع الأدب دلوقتي شعر، رواية، مسرح، دخل معاهم كتابة السيناريو والأفلام والمسلسلات. لو خدنا الشعر مثال عشان نعرف اختلاف الكتابة الأدبية عن مثلا كتابة الجرايد، تعالوا نعرف الشعر. الشعر شكل من أشكال التعبير عن الإنسان بشكل عام، لكن التعبير ده ليه طريقة خاصة كده في الكتابة، حاجة اسمها الوزن أو مزيكة الشعر. المزيكة دي هي اللي بتفرق ما بين الشعر وما بين الكلام العادي، المزيكة دي هي اللي بتخليك تقول الكلام ده في جو مختلف، عشان هي بتعمل حالة جميلة كده في الودن لما تسمع شعر، مع المزيكا كمان اللي فيها رسم الصورة اللي دايما بيبدع فيها الشعراء. تلاقيهم بيعملوا علاقات بين حاجات ملهاش علاقة ببعض أصلا، بس بينجحوا يعملوا العلاقات دي، وده اللي بيفرق شاعر عن التاني، القدرة على رسم صورة بشكل ممتع، وكمان انه يعرف يقول حلو، فلما تسمعه تقول الله. الشعر بقى إما يكون عامية فنسميه شعر عامي، وإما يكون باللغة العربية الفصحى فنسميه شعر فصحى. يعني لما محمود درويش يقول لك بصبر الحصان المعد لمنحدرات الجبال انتظرها، يبقى فصحى. ولما عم احمد فؤاد نجم يقول لك حد ضامن يمشي آمن او مآمن يمشي فين، يبقى عامية. اعتقد كده عرفنا يعني ايه الادب. لو عايزين تتعرفوا على نماذج كتير قوي في الادب تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، هننزل لكم لينكات كتير. الادب حالة من المتعة والاستمتاع، كان معاكم فيها احمد عبد الجواد وبرنامج ست دقايق على راديو كامت، محطة على المحطة. كنتم مع ست دقايق مع احمد عبد الجواد على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت
محطة عن محطة.